مين منكم بده يسأل سؤال للطاووس؟ أنا سيرين؟ طيب يلا سيرين تفضلي. سيرين الطاووس شفناك إنه بفيديو الأدلة كنت طبيب قلوب صح؟ فينا نسأل إذا قلبك هيك يعني حالياً مجوز مش مجوز، في حب في غرام؟ أنا علاقاتي العاطفية معقدة دائماً. شو؟ لا ده علاقاتي العاطفية معقدة دائماً. عقدها زيادة بعد علينا. يعني السؤال ده مفروض ان احنا نفهم منه اكتر. انا ضيعك اكتر. لا كده ما ينفع. انا بنسحب. وانا كمان. لا بجد الواحد مش عارف يقول حاجة يعني فعلا يعني كل ما الواحد بيروح لاتجاه معين الموضوع بيبقى اصعب، والواحد بيقعد يجمع ادلة كتير وبتروح. اتفضل. كمان بس قصي بدي اذكركم انه الاجابه رح تكون باللغه العربيه الفصحى تما نقدر نعرف لهجه الشخصيه الحقيقيه. اوكي ادي بقى سؤال ايه من بتوعك بقى. طيب يلا من بتوعي. كونه انا احب الذئب، فيا ذئبه ماذا تخفينا تحت هذا القناع؟ يعني هي الشخصيه القويه تبعيت الذئب، شو مخبايه تحت هذا القناع انت بشكل شخصي؟ الحلال والمرح. أسماء أولادك هدول ولا اللي بخبي فيهم؟ خلاص سؤال واحد ما فينا أكثر من سؤال. شو صار معكم؟ بس على فكرة هي ما جاوبت باللغة الفصحى، قالت الحنان والمرح. هاو شو يعني بالفرنساوي؟ صح ولا لا؟ لازم تجاوب تقول الحنان والمرح. والمرح فيك تعرب لي هون؟ أنا شايف إن الأسئلة يعني بقت ضدنا، يعني الأسئلة بتخلينا أصلاً ما نعرفش. صعبت علينا الموضوع. ممكن تقول لنا كده بدايتك كانت عاملة إزاي؟ بدايتي كانت مثل هذا البرنامج، سمع عني الناس قبل أن يعرفوا من أنا. يا عين شفتنا. جواب توخر أكيد. معناتها ببرنامج مواهب طالع في برنامج مواهب. يعني ممكن يكون أنابيلا معروف مثلا بالاذاعه المصريه، لانه باذاعه مش على التلفزيون، ما عرفوا شكله، سمعوا صوته قبل عرفوه من صوته. بتعرفي سيرين عم فكر بشغله انه يمكن مغالطه اذا انا بعرفه يا ملا. وركزت وركزت معك انا معلومه عندي. انا هسال انا. لا لحظه انت سالت. هو الوحيد بعد ما سال. ممكن استاذ فضل. انا عارف ان نفرتيتي وانت عاوز نفرتيتي عشان مصر، بس سوسن حبيبتي. بس السؤال، ليش اخترتي شخصيه نفرتيتي؟ اخترت شخصيه نفرتيتي لان اسمها يعني الجميله اتت. الجميله ايه؟ الجميله اتت. اتت. والله صوتها اعرفها بس. اوكي 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 اوكي، انا متاكد انها مش يسرى، والصوت انا مر علي مليون مره مر علي. يعني اتت الجميله بتاكد لي انه نيلي. وسوسن بدر برضه زي القمر، فالجميله تؤتت. انا حسيت الجميله اتت هي معنى لاسمها للشخصيه. ردي؟ ما بلا. بما انه مبين اسم الله عليك يعني صحتك جيده جدا، ما هي اكلتك المفضله؟ انا احب الكنافه كثيرا. الكنافه عرفتك. مين؟ أنا كمان كتير بحبها للكنافة. نافة. شو رأيكم يا محققين؟ يعني لو كان قال مثلا بحب الملوخية فتروحي الاتجاه أكلة لبنانية أكلة خليجية، كنافة كله بياكلها، مش حاجة مثلا خاصة ببلد. قلت ممكن. أنا تعبت بصراحة، ما تعبت.